اهلا بكم متتبعي موقعنا موقع لوماتان سبور في حلقه جديده من برنامجكم اليومي غيداك سبور. كشف هكتور كوبر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطيه لكره القدم ان المواجهه امام المنتخب الوطني المغربي لن تكون سهله من دون شك، مؤكدا استعداد اللاعبين بشكل جيد لهذا المباراه. واوضح المتحدث نفسه في الندوه الصحفيه اللي كتسبق المواجهه انه كيعلم جيدا الاجواء اللي غادي تكون هنا في حال تحقيق التاهل الى كاس العالم بقطر، مضيفا انه كيعمل على تحقيق ذلك لاسعاد الجماهير الكونغولية. واضاف مدرب الكونغو الديمقراطيه انه غادي يواجه احد اقوى المنتخبات إفريقيا، غير أنه كيملك جميع الحدود للتأهل إلى مونديال قطر، مشير أنه كيعمل على تحقيق ذلك في المواجهة. رد الاتحاد الكونغولي لكرة القدم يوم أمس الأربعاء بشكل رسمي على الاحتجاج اللي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لدى الاتحادين الدولي الفيفا والإفريقية الكاف على خلفية الأحداث لرفقات وصول بعثة المنتخب الوطني. وحاول الاتحاد الكونغولي تبرير المضايقات وسوء التنظيم اللي رافق وصول البعثة المغربية إلى كينشاسا، مشيرا إلى أن مراسلة الجامعة المغربية تضمنت بعض المعطيات غير الصحيحة. وأوضح الاتحاد الكونغولي في رسالته أن ممثل كان حاضر في المطار قبل وصول البعثة المغربية بساعات، حيث قام بتسهيل المأمورية أمام وسائل الإعلام المغربية لتغطية لحظة وصول منتخبهم الوطني. كما أشار الاتحاد الكونغولي إلى توفيره إلى حافلة بجودة عالية وسيارة خاصة للمنتخب المغربي في المطار. اكتفى عبد الصمد الزلزولي لاعب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بإجراء تدريب انفرادية داخل مقر إقامة الأسود بكينشاسا تأهبا لمباراة يوم غد الجمعة أمام منتخب الكونغو الديمقراطية على الساعة 4 مساء بملعب الشهداء بكينشاسا في إطار ذهاب الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم قطر 2022. ولم يرافق الزلزولي بعثة المنتخب المغربي إلى ملعب الشهداء لإجراء التدريب في انتظار معرفة ما إذا كان غادي يشارك في الحصة التدريبية اليوم أو لا. من المنتظر أن يستأرف فريق الرجاء الرياضي تدريبه اليوم بالوزيس بعدما كان الطوس يمنح الفريق راحة لثلاثة أيام، ومن المقرر أن تشهد تدريب فريق الرجاء غياب كل من محمد زريدة، عمر العرجون، محمد الناهري، مروان الهدودي، حميد أحداد بسبب تواجدهم مع المنتخب الوطني للمحليين، وسفيان بن جديدة مع منتخب الشبان، على أن تشارك باقي الأسماء بما فيها الأجانب على اعتبار أن لا أحد منهم تمت المناداة عليه إلى منتخب بلاده. بحسب صحيفة سبورت الإسبانية فإن ليفاندوفسكي لديه الرغبة في اللعب لبرشلونة، ووكيله بينيز هافي المقرب من رئيس برشلونة خوان لابورتا غادي يعمل على نقله للنادي الكتالوني. وأضافت الصحيفة أن ليفاندوفسكي يدرك أنه بعد 12 الموسم في البوندسليغا مع بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند انتهت رحلته في ألمانيا، لكن في بايرن يرون أنه لا يوجد سبب لرحيله. غادي تجرى مساء اليوم مباريات الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم قطر 2022، أبرزها البرتغال ضد تركيا، إيطاليا غادي تكون في مواجهة مقدونيا الشمالية، السويد غادي تكون في مواجهة التشيك، والويلز أمام النمسا. وبهكذا مشاهدينا كنكون وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم، إلى اللقاء.